اسم ديالي امين، السن ديالي 26 عام، مدينه الجديده. الفكره ديالي اخويا جاتها بالضحك، مشيني جاتها بالضحك كتبارك. اصلا انا فيا الضحك فهمتيني، انا كنضحك مع الدراري ولا الدرب، كنضحك مع اي واحد. الفكره ديالي قلت لهم واحد النهار لحش فيديو، واحد درت واحد الفيديو وداروا لي الدري صاحبي لحشوا هذاك الفيديو، دار مشيني فحال شهر دار اقبال الناس وهادي صافي. من تما بديت الفيديو هو ديال البيض، كنت كناكل البيض، كليت 20 بيضه واحد النهار، كليت ثاني 30 بيضه و10 دانون، والفيديو هو يدير بوم من تما مشي فيديو شي سام. اللي كي درت الفيديو هذاك الفيديو الاولاني، درت هذا الفيديو الثاني طرحوا علي بحال درت تحدي مشيني، قالوا لي الدراري لا ما غديرهاش مع كاين تما ديك البلاصه، راه لما كنتيش هبيل ما غديرهاش مشيني. شل نعوم معاهم في الزوخه، حطوني ما عرفتش فين نعوم معاهم. مشينا انا عمري شفت السبيطار في حياتي، ما كان مرض ما والو. فمشينا داكشي ديال الله، التحديات اللي كيديروا المغاربه وراه على حساب التحديات. مشينا انا بعدا كنتحدى اي واحد، انا اي واحد يقول لي دير معايا شي حاجه ندير معاه، نموت معاه جهنم شوفه معاه. دابا والله تبارك ما عرفتش مشينا، ولكن من القدام اي تحدي ندير. شفت داك الفيديو وداك الدريات ما نكذبش عليك مشيني، عجبوني بزاف بجوج وتبارك الله زويناش بزاف. وانا دوك الدريات انا باغيهم كذب عليك نتزوج بهم، والله حتى نتزوج بهم بجوج. حاجه واحده اللي غنلقى فيها المشكل هو الدهاز مشيني، كنقول المغاربه كاملين يتعاونوا معايا على الدهاز، اما الدريات بجوج انا قاد عليهم فهمتيني، حيت ما جا مجاش غد بجوج، كل حاجه غتجيب لها حاجه فهمتي، كل وحده غتجيب لها حاجه فهمتيني، شويه صعيب. اما انا قاد على دوك الدريات وكنقول لهم انا كنبغيكم بجوج، وانا نديركم فوق عينيا ونهزكم، لما تكون ما تكشف يهزكم ما تكشف فهمتيني، انا باغيكم باي باي الفقر، هتشوفوا معايا باي باي الفقر. لا انا من صغري وانا متحدي، من صغري فهمتيني، من صغري كنمغامر كندير تحديات مع الدراري ولا الدربنا فهمتيني. ملي كبرت صافي بقيت بحال هكا فهمتيني، انا اصلا قلت لك شويه مزرقل. وكنقول لي كنشكروا بزاف اخويا وعز عليا فهمتيني، كنشكر خويا ايوب تاوايا، ايوب عبو، خويا طارق، خوت كاملين الدراري ديال الدرب حاشا هو كامل، الدراري اللي باغي يعاونونا. غادي كيبقى يقول لي بنادم باي باي الفقر، باي باي القمويله، باي باي الميزيريا، صافي انا كنبقى نضحك معاه فهمتيني. كيفاش السر ديال باي باي القمويله؟ باي باي القمويله زعما القمويله باي باي، هذيك القمويله كتكون لاصقه في الشعر باي باي هذيك. لا 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 ما عمرو كان فيا داك الشيء اخويا، ولا ضروري كل شيء على الوالدي مشيني، حيت دابا انا ما خدام ما والو فهمتيني، كنمشي تبيع الحوايج ولا الدور ما انا الدفدف ما انا مع هذا فهمتيني، البريكولات العيبات ابي نجيب لقمه العيش. وحيت الدار دابا عندنا كريم فهمتيني، ماشي كتحاول تجبد نارك وصافي اللي جاب الله فهمتيني، حيت ما كايناش شي حاجه اللي مرسمه ولا عارفه البلاد كي دايره فهمتي. الريات بنات وجده، انا كنقول لكم راه كنموت عليكم بجوجكم وقاد عليكم بجوج، وباي باي غتشوفوا معايا باي باي الفقر، ما يتخصكم حتى خير. انا راه كنبغيكم بزاف وبزاف وبزاف، وكنتسنى فيكم تجاوبوني سمعتيني، وراه كنموت عليكم بجوج. كنشكر اشواقع اللي تاحت لي الفرصه باش يتعرفوا عليا المغاربه، وكنقول المغاربه ديما الجديد ان شاء الله، فيديوهات زوينين وفيديوهات جديد ديما ان شاء الله، تشوفوا الشنق ان شاء الله وزوين. وكنشكر المغاربه كاملين، وباي باي الفقر، وباي باي القمويلة، وديما باي باي الفقر حتى العام آخر. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.